قال رئيس اللجنة الفنية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة مجدي ظهير إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الحالات المصابة بالقطاع تابعة للحملة والتي تبدأ غدا 1 سبتمبر. وأضاف خلال مؤتمر صحفي من خان يونس أنها ستبدأ بوسط القطاع ثم تنتقل للجنوب ثم الشمال، وهناك مرحلة ثانية للحملة تبدأ في 17 سبتمبر. هذه الحملة التي ستنطلق الآن، ستنطلق صباح الغد وتنتهي يوم 12 سبتمبر، سيليها حملة أخرى بنفس ترتيب النظام، ستبدأ في المنطقة الوسطى تمتد بعدها إلى المنطقة الجنوبية خان يونس ورفح، ثم ستنتقل إلى المنطقة الشمالية محافظتي غزة والشمال. أيضا ستنطلق الحملة الثانية أو المرحلة الثانية من الحملة يوم 17 سبتمبر وتستمر نفس الجدول الذي استمرت به هذه الحملة.